شرفتينا يا هانم. اهلا وسهلا. اصلي مامت نبيله الله يرحمها علمتها كل حاجه، طلعتها ست بيت تحب تعمل كل حاجه بنفسها. سكر حضرتك ايه يا طنط؟ معلقه واحده حبيبتي. بالك انت يا دوله هانم، انا جبت عرسان كتير وقليل الانسه نبيله، بس هي مش اي حاجه تعجبها. اتفضلي يا طنط. تسلم ايدك يا حبيبتي. عقبال ما نشربه في بيتك يا حبيبتي. ما تتعبيش نفسك يا عروس، انا هاخد كوبايه الشاي بتاعتي بنفسي. وانت يا نبيله فين فنجالك؟ لا انا بخاف الشاي يسهرني. نمي بدري. علشان بحب اصحى بدري افطر بابا واشوفه قبل ما يروح الشغل. وقبل الاوتيل باباكي كان بيعمل ايه؟ صدقي يا طنط ما اعرفش، انا وعيت على بابا عنده الاوتيل. هو بتاعه ولا ورثه عن اهله؟ بتاعه طبعا، صدقي بيه اللي بناه بنفسه. وليه في شركه؟ لا للاسف. للاسف ليه؟ علشان هو اللي شايل الحمل كله لوحده، مفيش حد يشيل معاه. واضح انك متعلقه قوي بباباكي. قوي طبعا، البنت دايما لابوها، وهي حبيبتي حتى ما عندهاش اخوات. بكره اخوات جوزها يبقوا اخواتها. ايوه مال ده اكيد.